بتأثر علينا، لا مية ولا كهرب ونوم على البلاط وولادنا عيانين. إيش بدك أقولك أكثر من هيك؟ لك أن تتخيل حياة بلا أدنى أساسياتها، يبحثون عن سراب العيش بين بقايا الركام، لكن وحده الهواء ما تبقى من المقومات الستة في غزة المشتعلة على حد قول منظمة الصحة العالمية. فعلى أعتاب القطاع المحاصر تتراكم المصائب، ظن النازحون أنهم منحوا أعماراً جديدة، إلا أنهم تركوا ليواجهوا إحباطاً من نوع آخر وموتاً يتربص بهم جوعاً ومرضاً. حياتنا عذاب، سمعنا في 48 واليوم عشناها. الحياة كلها يعني إن شاء الله يعني تقدر تقول فيش من حياة إلا 15%. قيل لهم إن الجنوب آمن، لكنهم ما وجدوا شيئاً من ذاك السلام، فمنشورات الإخلاء تطاردهم مع شوارع فاض كيلها بمياه الصرف، غرقت الطرقات ومعها أثبتت أن كل المنظومات منهارة وتشي بأن كارثة صحية وبيئية تهدد بحصد أرواحهم. المجاري عندنا طفت، فهذا هيشكل علينا مثلاً خطر على أولادنا وعلى صحتنا. حرب نكست آمال القطاع وتركته يعاني فراقاً مريراً لكل أوجه الحياة، رائحة موت تفوح إلى جانب نفايات متراكمة زادت من خطورتها فيضانات الصرف الصحي، وقريباً أمطار الطيف الثقيل. حتى تخش الصناعة جوه تلاقيه كله ريحة مقرفة، الجار في الجار بحس بشمح القرف، يعني بمرض الناس كثير. تقريبا حالة نزل قبل يومين على المطرح وتوفت، على المطرح توفت، يعني تهجرنا هين وموتنا هين من ريحة الزبالة. ثلاثية الموت تبرز في الجيب المختنق، ثلثا سكانه في عداد نازحين يفرون من حرب إلى مجاعة تعتصرهم، وليس أخيراً إلى أوبئة تفتك بهم رويداً رويداً في بؤر الهلاك.